بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن دواء جديد هو إيريوس. إيريوس ينتمي للأدوية المعروفة باسم مضادات الهستامين. هو يساعد في تقليل أعراض الحساسية عن طريق التقليل أو الوقاية من آثار مادة الهستامين. طبعا مادة الهستامين دي بينتجها الجسم رد على المواد الغريبة التي تسبب حساسية. دواعي استعمال إيريوس استخدم في حالات الآتية: رقم واحد، تخفيف أعراض التهاب الأنف التعسسي بما في ذلك حمى القش، مثل العطس وسيلان الأنف وحكة الأنف وحكة الفم وحكة العيون الدامعة. أيضا يمكن استخدام إيريوس في تخفيف الأعراض المرتبطة بالشرية مجهول السبب، مثل خلايا النحلة أو طفح نبات الكراس، والتي تشمل أعراضها اللون الوردي والحكة وانتفاخات الجلد. ما هي موانع استعمال إيريوس؟ لا تتناول إيريوس إذا كان لديك حساسية من هذا الدواء إيريوس أو أي من مكوناته. بعض أعراض الحساسية قد يشمل طفح جلدي وصعوبة في التنفس أو ضعف. أيضا لا تتناول إيريوس إذا في حالة السيدة الحامل أو المرضع. ايضا لا ينبغي استخدام إيريوس في حالة التهاب الأنف التحسسي عند الأطفال تحت 12 شهر، يعني لا أقل من عام، أو الشري مجهول السبب المزمن في الأطفال أقل من 6 أشهر. بالنسبة للتحذيرات واحتياطات، يوجد أيضا حالات القصور الكلوي وقصور الكبدي الشديد، يجب عليهم عدم تناول إيريوس. ايضا تاكد من انك تعرف كيف تقطع المعاكس اذا كنت تقود السياره او تشغل الالات. من غير محتمل ان يجعلك إيريوس نعسانا، اذا كنت نعسان لا تقود السياره او تعمل بالالات. ايضا يجب التوقف عن تناول إيريوس قبل 48 ساعه من عمل اي اختبارات معمليه، اي فحوصات او تحاليل. ايضا لا قد تتداخل مضادات الهستامين مع نتائج اختبارات الجلد. بالنسبه لطريقه تناول إيريوس او استعماله، لا ينبغي استخدام إيريوس في حاله التهاب الانف التحسسي عند الاطفال اقل من 12 شهر، وايضا الشري اقل من 6 شهور. ايضا يجب اخذ كوب كامل من الماء مع تناول إيريوس. ايضا اذا نسيت الجرعه، تخطي الجرعه التي فاتتك ولا تتناول جرعتين مع بعضهم. ايضا لا تاخذ جرعه مضاعفه لكي تحصل على نتائج مضاعفه، فهذا اعتقاد خاطئ. بالنسبه للبالغين، قرص واحد 10 ملغرام من إيريوس او 10 ملغرام من شراب إيريوس مره واحده يوميا. بالنسبه للاطفال من سن 6 إلى 11، 5 ملي من شراب إيريوس مره واحده يوميا. بالنسبه للاطفال من سن سنه الى 5 سنوات، 2.5 ملي من شراب إيريوس مره واحده يوميا. الاثار الجانبيه التي يمكن ان تحدث: يمكن ان يحدث مشاكل في النوم او الارق وجفاف الفم وصداع الرأس وعصبية ودوار وإعياء، إحساس بالتعب وشعور بالإعياء. بالنسبة للحمل والمرضع، لا يستخدم إيريوس أثناء الحمل أو الرضاع لأنه يؤثر على الجنين ويؤثر على الرضيع. بالنسبة للتداخلات الدوائية، مضادات أو مخمدات الجهاز العصبي المركزي، مسكنات الآلام الأفيونية، مضادات الذهان ومهدئات ومضادات الاكتئاب والكحول وجميع المشروبات التي يوجد بها كحول، وإريسوميسين وفلوكونازول وفلوكسيتين وأميو داريون وريتو
نافير وسين بي تي دين وأدوية القلب وأدوية ضغط الدم والكولين، كل هذه أدوية تتفاعل مع إريوس. هل إريوس له بدائل؟ نعم له بدائل مثل كلاينيز وموسيدين وسيدي كلاريت وكلاريتين ولور لور لوراتادين. ما الفرق بين التهاب الأنفس التحسسي المتقطع والمستمر؟ طبعا التهاب الأنف التحسسي المتقطع تظهر أعراض لمدة تقل عن 4 أيام في الأسبوع أو لمدة تقل عن 4 أسابيع كل عام. أما التهاب الأنف التحسسي المستمر تظهر أعراض أكثر من 4 أيام في أسبوع وأكثر من 4 أسابيع في العام. يعرف باسم التهاب الأنف التحسسي المستمر والرمز بالإنجليزي BER. بالنسبة لي لو كملنا كلام عن إريوس، فسعر إريوس آخر سعر تم التوصل إليه هو 77 جنيه مصري. بالنسبة لدواء إريوس لو كملنا كلام عن استعمالاته، فإن إريوس هو من الأدوية التي تستخدم باستعمال بدرجة كبيرة، وهو يحتوي على مادة لوراتادين وهي مادة مضادة لمستقبلات الهستامين H1 للجيل الثاني، وهي مشتقة من البيبريدين والتي تعمل على منع ارتباط الهستامين مع المستقبلات الهستامين وبالتالي تقليل أعراض الحساسية مثل حكة، عطس، سعال، دمع العين. تركيب إريوس يحتوي كل قرص على مادة ديزيلوراتادين بتركيز 5 ملغرام، وكل شراب يحتوي على 0.5 ملغرام من ديزيلوراتادين لكل ملي. سعر الدواء في السوق السعودي زجاجة شراب 150 ملي، سعر العبوة 25 ريال سعودي. أقراص بتركيز 5 ملغرام بها 18 قرص، سعرها في السعودية 28 ريال سعودي. استخدام أقراص إريوس يستخدم للتخفيف من أعراض الحساسية الموسمية، وأيضا يستخدم لعلاج سيلان الأنف وإدماع العينين والحكة وحكة الأنف والحنجرة والتهاب الجيوب الأنفية واحمرار العين المزمن والعطس والحكة، ويعالج حالات الرمد. موانع استعمال إريوس: يمنع استعماله لمن لديه حساسية تجاه إريوس أو تجاه مادة اللورتادين أي المكون الرئيسي الفعال الموجود في الدواء. يستخدم الدواء أيضا بحذر أثناء فترة الحمل والرضاعة ويفضل عدم استخدامه. أيضا يحذر استخدامه لمن يعانون من قرحة في المعدة، أيضا لمرضى المياه الزرقاء أو ضيق الزاوية تجنب تناول إريوس، أيضا لا يوصف في حالة انسداد المثانة أو انسداد الـ12، واجب استشارة طبيب في حال تناوله لمرضى ضغط الدم المرتفع أو تصلب الشرايين أو كسوف الكبد أو الكلى. أضرار تناول إريوس أو آثاره الجانبية: شعور بصداع وتعب واضطرابات في الجهاز الهضمي وظهور طفح جلدي. يتفاعل مع الأدوية مثل مضادات الهستامين ويتفاعل مع أدوية أخرى. بالنسبة لحبوب إريوس للحمل، يصنف الدواء من فئة سي والتي لا توجد معلومة كافية حول ضررها على الحمل، ولذلك يفضل عدم تناوله. وأيضا بالنسبة للمرضى، بالنسبة للجيوب الأنفية، ينتمي دواء إريوس إلى أدوية مضادات الحساسية التي تخفف من احتقان الجيوب الأنفية وتعالج سيلان الأنف والحكة وإدماع العينين. في سؤال يطرح نفسه: هل إريوس يسبب النعاس؟ يحتوي الدواء إريوس على مادة الديزولوراتادين وهي مشتقة من مادة لوراتادين الذي ينتمي للجيل الثاني من مضادات الهستامين H1، ويتميز هذا النوع من الأدوية يتميز أنه يتم تناوله مرة إلى مرتين في اليوم ولا يمر عبر الحاجز الدموي للدماغ فلا يسبب النعاس.
متى يبدأ تأثير إيريوس؟ يبدأ تأثير إيريوس خلال ساعة إلى 3 ساعات من تناوله. مدة الفعالية يستمر مفعوله لمدة 24 ساعة. قد آثار جانبية قد تحدث نتيجة تناوله: شعور بالتعب وصداع وجفاف الفم. بالنسبة لضغط الدم، لا ينصح باستخدام إيريوس لمرضى ضغط الدم. وفي نهاية الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وأرجو الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، وتشير الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.